ما يلحظ الإنسان كثير من التشنج بين أبي ذر وبين الخلفاء الأوائل إلا فيما يرتبط بتمكين مسلمة أهل الكتاب، واللي بالذات في زمان الخليفة الثاني صار كعب الأحبار وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام وأمثال هؤلاء، اللي هذول إجوا منهم من كان يهوديا ومنهم من كان نصرانيا، فإجوا ومعهم معارف اليهود والإسرائيليات وأعطوا مقاما في الدولة الإسلامية، مقاما استثنائيا. منع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في بعض الليالي الماضية، وأتيح المجال لقصص القصاصين وفي طليعتهم هؤلاء، تعالوا تحدثوا تكلموا، طبيعي هذول حتى لو كانوا يحسنون النية على الفرض، بالتالي خلفياتهم الثقافية والدينية كانت خلفيات إسرائيلية ويهودية ومحرفة. ولو أراد الإنسان أن يتتبع، هذا مبحث من المباحث المهمة جدا، لو أراد أن يتتبع الإنسان الإسرائيليات التي وجدت في كتب المسلمين لوجد غالب معانيها راجعة إلى هذه المجاميع من مسلمة أهل الكتاب اللي دخلوا إلى الحالة الإسلامية وأصبحوا على حين غفلة هم أهل التوجيه، هم أهل المنابر، هم أهل الموعظة، هم أهل القصص، هم أهل الحديث، هم أهل التفسير. طيب، وبالتالي سربوا ما كان لديهم من أفكار باطلة إلى عقول المسلمين وفيما بعد إلى كتب المسلمين.